عيالي على عيالي، طلبات عيالي بس، يعني ما بعملش حاجه تاني، لعب وحاجات من هذا القبيل. اشتغلت شويه حاجات كده، انا اصلا خريجه تربيه فنيه، فاشتغلت ارت تيشر، مدرسه رسم، بس مش فتره طويله يعني، عشان دي من اصعب المهن اللي في الدنيا حقيقي، يعني اصعب مهن في الدنيا، محتاجه موهبه خاصه رايي. واشتغلت سكرتيره، واشتغلت في الانتاج، واشتغلت في ديكور في الدراما والاعلانات وكده، اشتغلت في الجرافيك. انا بدرس لبيبي كلاس وكي جي 1 اللي هو السن من 3 سنين ل 5 سنين، ده سن صعب جدا يا جماعه، يعني انا لحد ما خلفت ما كنتش فاهمه ازاي الناس تعرف تعمل كده. الاطفال صعبين جدا، صعب ان انت تفهمهم، وصعب ان انت تتعامل معاهم، وصعب ان انت تقنعهم بحاجه. فعلا عشان كده بقول ان هي مهنه صعبه، وخصوصا للسن الصغير ده. فانا كنت حاسه طول الوقت ان انا هم اقوى مني، انا كنت متكاترين عليا لما عايز اطلب منهم حاجه، بعمل مجهود عشان اطلب منهم حاجه بشكل لطيف وبتاع. وكان عندي مشكله ان كان في بنت مش بتحبني في الفصل، كان كل ما تشوفني تعيط، يعني حقيقي حقيقي، يعني الموضوع ده كان مضايقني جدا. العيال كلها كانت بتحبني الا هي، كنت زعلانه، وحاولت اتكلم معاها اكتر من مره لحد ما يعني في لحظه كده الصفا كده خلاص قدرت انها تفتح قلبها وتتكلم معايا، وهي بتعيط برده. فقلت لها طب انت ما بتحبنيش ليه؟ مش فاكره كان اسمها ياسمين تقريبا. قالت لي علشان مش بحب الستات التخينات، عشان انا مليانه تخينه، وشفايفهم شفافه، عشان ما كنت بحطش ميك اب، انا ما كنتش بحط ميك اب خالص، ما بحطش روج يعني، عشان ما بحطش روج مش بتحبني وبتخاف مني علشان مش بحط روج. فقلت لها طب بصي يعني الحال انا اوعدك ان احاول ان انا اخس يعني، بس هحط لك روج لحد ما ترجعي تحبيني. وهي يعني تمام، فكت بعدها ومن غير روج ولا اي حاجه، وحبتني بعدها. بس يعني انا اقصد ان دي صعوبه الاطفال بقى، يعني مش كده بقول لك تحسب بالقهر. يعني انا عايزه اشتغل مع كل الناس، ده حقيقي، مش بجامل ولا اي حاجه، يعني انا احب ان انا اشتغل مع كل الناس، لان كل حد تشتغل معاه هتعلم منه وهيضيف لي اكيد. طبعا انا احب جدا انا ارجع اشتغل مع استاذه حنان تاني، اتمنى يعني، اتمنى يا رب يا رب ان احنا نشتغل مع بعض في حاجه تاني. 200 جنيه كان زي كنت في الاعلانات، كنت بشتغل في انتاج الاعلانات. 200 جنيه ده كان في ايه؟ في الشهر يعني، كان زمان شويتين بس، وانا كنت تحت التمرين وكده، فيعني فعدت يعني، كنت مبسوطه والله قوي. نضارتي الشمس طبعا، وايبس عشان الاطفال برضو، وفلوس عشان اي مصيبه تحصل اضطرينا نركب اوبر بقى، اضطرينا نشتري حاجه، لازم اعمل ايه؟ نضارتي الشمس حتى لو بالليل، عشان لو طلع عليا الصبح في الشمس لازم يبقى معايا نضارتي الشمس. كاجوال طبعا يعني، ويا سلام لو سليبر بقى في الرجل، اي او يعني اي حاجه، اي حاجه مش مقفوله في الرجل خلاص. كونسيلر عشان الهالات السوداء، اي حاجه هنحطها مع الهالات السوداء مش هتبقى حلو، فنشيل الهالات السوداء وبعدين اي حاجه بعد كده. انا بصي انا مش معاها ومش ضدها يعني، طبعا كل واحد حر يعني، هي حريه شخصيه، بس بحس انه طالما مفيش ديفو واضح وصريح، انا شايفه يعني فعلا ربنا بيحسن خلق في الوش بالذات يعني. يعني طبعا ممكن ابقى عايزه مثلا اعمل عمليه تجميل مثلا في بطني، لكن في ملامح الوش لا، لحد دلوقتي. ممكن لما اكبر شويه ابقى حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه، ما اعرفش، بس لحد دلوقتي يعني. مثلا انا كرنينا اتعمل اكتر من فيرجن يعني، من يعني اشهرهم طبعا نهر الحب لينا احنا في مصر يعني مثلا، بس هي روايه اصلا عجيبه لو انت لازم تبقي كارهه الشخصيات بس متعاطفه معاهم في نفس الوقت، عارفه انت فكره زي ما بقول لك النفس البشريه اللي هي اللي فيها الحلو والوحش، الشر والخير، دي لكن الشر المطلق والخير المطلق، ان انت تحبي قوي للاخر او تكرهي للاخر، ده كان صعب. فمثلا الروايه دي رغم ان هي انا ما بحسش انها مأثره في حياتي، بس انا طول الوقت بحس ان النوعيه دي من الحاجات، من الروايات او الافلام انا بتشد لها اكتر، اللي هي شخصيه مفروض تحبيها ما تحبيهاش للاخر، او تكرهيها ما تكرهيهاش للاخر. في كذا حاجه، بس مثلا يعني افتكر دلوقتي مثلا استاذه عبله كامل في فيلم مرسيدس كانت عامله رقاصة، كان دور عجيب، دور مرعب بالحلاوة يعني، تحدي كبير، تحدي كبير. وفعلا هي استاذه حبلة يعني، انا طبعا
ما اجرؤش ان انا اعمله دلوقتي، بس يعني الدور ده زي ده احب اعمله.